وردة سرها المحبة. سكامة تقول هيلك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصور لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحت ولات حكاية، وكتابة بنتها نهاية. نجمة اللون الذهب وكل شيء فيها يتحب. نجمة راك حرة. يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهار ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته مش نورمال. تيوينو الخبز قلت لك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خديتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعوا فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنة. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ ميميرا Eau de source naturelle, saha ou farha. صباح الخير، عسلامة، مرحبا، أهلا وسهلا بكم ناس كل فين ما كنتوا تتابعوا فينا وين ما كنتوا تفرجوا في قناة التاسعة. تحية لكم، هذه حلقة جديدة من برنامج الويكاند. كما تعودتوا عنا مجموعة فقرات باش قدموا لكم مجموعة من المواضيع وضيوف باش يكونوا حاضرين معنا باش يأثوا الحلقة هذية. قبل هذه كل نأكدوا مرة أخرى، نأكدوا عليكم اللي قاعدين تتابعوا فينا باش تردوا بالكم على رواحكم، باش تاخذوا كل وسائل الوقايه تستعملوها، وسائل الوقايه اللازمه بالطبيعه باش تحميوا انفسكم وتحميوا عائلاتكم وتحميوا غيركم من خطر العدوى بفيروس كورونا. بالطبيعه الحاجات هذو ما نعرفوهم والمفروض راهم دخلوا في استعمالاتنا اليوميه، لباس الكمامه، التباعد الجسدي، التعقيم، يعني البعد على التجمعات. احنا هالنهارين هذوما في حجر إذا كان نجمو نقوله، ولكن كي باش نرجعوا نهار الاثنين إن شاء الله يلزم نردوا بالنا ونستحفظوا على قد ما نقدروا على رواحنا وعلى بلادنا. نعرفوا أنه الصحة العمومية في تونس ما تستحملش أنها تستوعب عدد كبيرة من الإصابات، خاصة منها الإصابات الخطيرة. هذيك علاش يلزمنا نأكدوا أنه ما نزيدوش نخليو العدوى تسرح فينا أكثر من هكية، وربي يحفظنا ويحفظكم جميعا. دونك حلقتنا كما تعودتوا مجموعة من الضيوف قلنا حاضرين، مواضيع اللي تهمكم إن شاء الله تنال رضاكم واستحسانكم. وكوجينتنا بالطبيعة تكون مع الشيف مروان اليونسي، حاضرة معنا بأطباق ممتازة عودنا بها الشيف مروان. هذا كله غير ونشوفوه في السومير ونبدأ على بركة الله. كانت تحبوا تحطوا معاهم كيس هكا فيه حشيك شويه ملح، دونك يلم لي ميديتي ما يخليهمش يتهلكوا. كثر لنا منهم على ليزاستيس هذوما، كثر لنا منهم مروان. دونك خلينا احنا على بيت ليزاستيس نكملوا. بالنسبه للقديد هو نشرح لكم سهله سهله سهله، جوست ركزوا معايا. خلص العايده ساعه. أيوة. عندك مع القديد والمرقيز والعصبين ولا ماكلتنا؟ العصبين عندي معها على الاخر، نحبوا برشا ونعملوا برشا ونعملوا حتى مش في العيد، نحب معناتها الكوزينه نحب. ريغاردي شوفي اريير او مومون دو كروس، pivoter et utiliser la force des jambes. Bien. Combinaison. الناس الكل شيء يشوفوها معناتها بورتري دون فام. اما انا كوم لي انا فنانه. عندك نظره اخرى. انا شفتها ماهيش معناتها نابورت كيل فام، ريتها عليسا في كارتاج. معناتها جاتني كلي هكا معناتها دوب ما ريتها قلت هذه عليسا.
تمشي تجري باش تاكل حاجه حلوه، ولازم تعرفوا راهو الحاجه الحلوه تنادي للحاجه الحلوه. اش معنى؟ معني انا توا كي ناكل ان تروك سكري بعد بساعتين باش نجوع. عندنا شكون لهنا؟ اي عندنا شكون لهنا علاقته بالحلوه علاقه عظيمه حميميه حميميه. نار وحمرا سقتني لهيب الحب، سقتني لهيب الحب وتوت فمرا. كما العادة نبدأ من كوجينتنا، ولكن قبل كوجينة نحب نشكر برشا ديكوغيف مدام أحلام قليل اللي جابت لنا توش ياسر مزيانة، برشا فيردور عنا اليوم في الاستوديو، وأكيد من حلقة لحلقة كل مرة باش تعطينا اللمسات الفنية نتاعها. دونك ميرسي بوكو مدام أحلام قليل ديكوغيف. إذا كنت تحبوا تعملوا طلع على الخدمة ادخلوا على انستغرام ديكوغيف وإلا الباج فيسبوك ديكوغيف. نسلم على شيف مروان يوسي، أهلا وسهلا. اهلين عفيف، سافا سوبر. شوف شطيب لنا اليوم. اليوم باش نبدا نحكي لك بالروسيت برينسيبال. دونك باش نبدا لك بالبلا برينسيبال. دونك فيو الطقس وفيو كل شيء، دونك باش نعملوا محمصه بالمرقيز المقدد. اش معنى المرقيز؟ مرقيز قديد. المقدد داكور، المرقيز الشيح نقولوا احنا. ياه مثال غير احنا هكاك نعيطوا له. دونك وزاد فرد مره باش نزيد نفسر لكم كيفاش تعملوا قديد اذا انتم تحبوا تعملوا قديد حتى في الكونفينمون هكا وبيسكو عندنا الوقت وكل. باش نعطيكم روسيت كيفاش في ساعتين من زمان تعملوا قديد. لا لا والله ما تقوليش معناها القديد والمرقيزه اللي نلقاوها يتباع عند الزازارة هكا يتخدم بطريقه سريعه. صحيح بطريقه سريعه. وكيفاش تعملوا سورتو باش نعطيكم فاز كيفاش تعملوا القديد بطريقه سهله برشا. ما تطلبش لا تكنيك لا حتى شيء، واي واحد في داره ينجم يعملها. تري بيان يعطيك الصحة. دونك فرد مره نكمل لك المحمصه. دونك شنو باش نعملوا المحمصه نتاعنا؟ شكون باش تكون فيها؟ المرقاز وشويه سفناريه شويه ثوم شويه حمص زاده لازم يعطيك الصحة. ومانيش باش نعملوها كيما المحمصه المرميه، معناتها باش نطيبوها كي الروز ولا كي الريزوتو ولا كي واحد. دونك باش تبقى لنا شايحه شويه. فوالا دونك مع هي زاده باش تكون فما دوبلومون كونسونتخي نتاع سيكا. وباش نعاونوا شويه بالبولي باش ما تجيناش الصوص ياسر حمراء، باش تجينا ايكيليبغي مع لي جول. ما تنساليش مغير فهريسه محرره على خاطرك دونك عفيف، خاطر بحال راهو في الشتاء وفي البرد ما اكثر حاجه حرحره زاده واحد دفينا هي تحرحيره بنينه نتاع سيكا اكيد. دونك ومن بعد بوغ اكومباني باش يكونوا فما دو تاخت اللي هو ديما انا نمشي للحلول اللي سهله واللي ما تاكلناش برشا وقت معناتها. دونك نعملوا نفس البات اللي زاد كيف باش نعطيكم الريسيت نتاعها اللي تري تري سامبل. باش نعملوا اون بات بريزي اللي هي باش نعملوا بها ان ديسير وباش نعملوا بها ان اونتخي. لونتخي شنو باش نحطوا فيه؟ شويه طن البدر، شويه ريكوتا، شويه معدنوس، شويه زيتون، ونزيدوها شويه فروماج غابي باش تجينا بنينه برشا. وبالنسبه للديسير عفيف اليوم شنو اخترت باش نعمل؟ اون تارت، مي الكريم نتاعها مانيش باش نعملها اون تارت فرومبواز، مي الكريم باش نعملوها بالكريم باتيسيير جو اموند. داكور. خاطر كي جربت اللاموند مع الفرومبواز عطاها ياسر 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 بنين ياسر بنين، وننصحكم زاد جربوها ولات تخي في كاس باش تشوفوا كيفاش انه تحضيرها باش يكون ساهل. باغفي يعطيك الصحه شيف مروان، خليك ملا انت تبدا في لي روسيت نتاعك، واحنا ما دمنا في الدار نقوموا مع بعضنا نعملوا شويه حركات وشويه نشاط وشويه رياضه مع الكوتش نتاعنا في بيبي جيم. وقبل هذا كل ما ننساوش باش نيدراتيو بدنا ونشربوا برشا ماء، خاصه كي يكون اوت سورس ويكون اسمه مي ميرا. مي ميرا او دو سورس ناتوريل، صحة وفرحة. ميرسي بوكو عفيف. دونك صباح النور، صباح النشاط والحيوية على قناة التاسعة، معكم كوتش أيوب من بيبي جيم. اليوم اون فوا ترافي ان بتي مورسو من البودي كومبا. بودي كومبا هذا كور انسبيري من لي زار مارسيو. Donc, tel que taekwondo, boxe, karaté, judo, etc. Muay Thai. Donc, le cours est en amlo presque 3 ou bien 4 fois par semaine dans le club Tana Baby Gym. Cours tailleur à l'akhir. Si vous voulez vivre avec nous l'ambiance, vous allez venir avec nous. On a des cours très magnifiques. Ambiance très chaleureuse. Donc, je vous invite à venir avec nous. Comme vous pouvez voir, un petit morceau de 5 minutes. Chanson Old But Gold. من لي شونسون اللي عجبوني على الاخر. دونك ان شاء الله تعجبكم. الي تو الموند ديغيغ لي تيلي اي اون فا كومونسي. الي
crochets. 1, 2, 4 fois crochet avec 8 ciseaux. Décollez les talons. Donc, l'avant-bras parallèle au sol. Les crochets, c'est pour cibler la mâchoire de l'adversaire. Bien. Twist les chevilles. C'est ça. Activez les os. Crochet maintenant, 4 fois, gauche-droite, 8 ciseaux. C'est ça, garde toujours en haut. L'avant-bras, comme d'habitude, parallèle au sol. Avec 8 ciseaux. Restez solide. Serrez les poignets. Twistez le tronc pour activer les obliques aussi. Est-ce que ça va? Jab, go! Oh, super travail! Wow! Quelle énergie! Donc, كيما ريتو هذا الامبيونس نتاعنا في الكلوب كيما ريتو دانا وحدي وشوفوا الامبيونس فما بالك دوفون 20 او بيان 30 اديرون قدامي سي اون امبيونس مانيفيك ادرينالين يطلع لو ماكسيموم دونك سي تري 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 امبورطون باش تجربوا لي كور هذوما اللي عندنا في بيبي جيم دونك كان معكم كوتش ايوب مرحبا بكم في كل وقت اي ا لا بروشين
ضيفتي الأولى اللي باش نستقبلها معاكم اليوم هي موسيقية، وهي أستاذة موسيقى، وهي مطربة وعازفة وتتقن الغناء بثمانية لغات أو أكثر. فرحانة برشا وأنا بحذية الفنانة عايدة نياتي. أهلا وسهلا عايدة. أهلا وسهلا بيك عفاف. مرحبا بيك ومرحبا بكل اللي تبعوا فينا في الويكاند. إن شاء الله أيامنا كلها صحة وعافية في الفترة اللي نمر بها تو. أمين. أول حاجة نبدأ بها، وين عايدة نياتي في الإعلام التونسي؟ 15 سنة تبارك الله عندك تغني، ماكش جديدة، غنيت في برشا مسارح كبيرة، شاركت في مهرجانات خارج تونس، مهرجانات مهمة، ولكن حضورك الإعلامي محتشم إذا كان ما نقولش منعدم. صحيح. شنو اللي صاير؟ والله يعطيك الصحة ساعة على الاستضافة اللي هي فرصة باش نحكي على برشا جديد. يعيشك لي والله يعطيك الصحة. أنا شرف لي أن يقدم فنانة في المستوى نتاعك الحقيقة. لأنه نفرح كي الناس هي اللي تبحث عن يعني خدمة الإعلامي الصحيح هو اللي يبحث عن الناس اللي تخدم، وأنا نحيي فيك المسألة هذه ونشكرك على الاستضافة. عايدة نياتي تخدم عندها سنين كما قلت خارج حدود الوطن وداخل معناتها الوطن، حتى في مهرجانات كبرى يعني دوليه، الحمامات، بوقرنين، مهرجان المدينه كنت ديما موجوده فيه، مختلف المهرجانات الدوليه التونسيه. بقى حضوري الاعلامي صحيح محتشم، ما نعرفش لاسباب ربما يلزم نغيروا من سياسه. يمكن الفنان عنده جزء ولا جانب مهم من الخطا ان صح القول بين ظفرين، ولا الاعلام ايضا يلزم يعاون اكثر. لكن انا نخدم يعني ديما نخدم، ديما فما جديد، ديما فما العروض، الافكار العروض مش فقط مجرد اغاني، يعني نقدم اغاني بفكره ورؤيه. معناها عايده نياتي كي تقدم عرض مش فرقه موسيقيه ومجموعه من الاغاني كهو، ولكن فما موضوع كامل، فما ان تيم، فما ان بروجي اللي تخدم عليه. بالضبط. انا تو عندي سنوات خرجت شويه من، باش ما نكذبش نقول لي انا ملي بديت نخدم على المشاريع، انا بديت نخدم، بدينا عروض نقدموا تربيات او يعني حاجات من الزمن الجميل ولا التونسي الاصيل. ومن بعد الحق عندي اكثر يمكن 7-8 سنين توا بالاساس، حتى اكثر شويه، وليت نخدم عايده نياتي بفكره، برؤيه، بفلسفه ما خاصه، هذا المسرح البلدي كيف يعني. وليت نقدم، خدمت عندي مده على الغناء المتوسطي اللي هو الشعبي المتوسطي اللي هو قريب ياسر من التونسي، وفما خيط رابط. عندي سنوات نخدم على المساله هذه، جلت في معناتها مختلف بلدان البحر الابيض المتوسط، خدمت على هكا التعدديه الايقاعيه واللحنيه المزيانه. وقدمت كروزيير، ايفونتاي، لا مير كي شانت، معناتها بالحق عندنا مجموعه هامه من مجموعه هامه من العروض. وتوا ان شاء الله قريب ودعه هو عرض جديد. نجيو للجديد، خلينا نمشيو واحده. يمكن بعض من الناس اللي قاعدين يتابعوا فينا اليوم في الويكاند ما جاتش فرصه باش يعرفوا عايده نياتي، هذاك علاش انا نحب اليوم فرصه باش نقدمك اكثر للجمهور يعرفك شنو قدمت، شنو غنيت، شنو اختياراتك في الفتره الاخيره، الى جانب الموسيقى المتوسطيه اللي كما قلت انت في الشعبي المتوسطي ديما فما خيط رابط، ديما فما حاجه تشبه ما بين الشعبي التونسي والشعبي في ايطاليا والشعبي، دونك لازم فما حاجه تجمعهم. اليوم انت الفتره الاخيره زاده مركزه على التونسي، التونسي هذا سي ان شوا جديد. هو انا عندي كما قلت مده مركزه على الكلمه التونسيه خاصه، واللحن التونسي في مختلف تمثلاته، وخاصه زاد النغمه الكلمه. عندي مده نخدم على الحكايه هذه، وحتى في عروضي المتوسطيه لابد من انه تلقى الاغنيه المتوسطيه بلهجه تونسيه في فقره منها موجودة. او ديميدلي موجوده مع الاغاني هذه، والاغاني قائمه ذات كيما غادي نغني في هودك غريب الروح اللي هي كلمه معناتها اغنيه تونسيه، كلمات والحان تونسيه، نغمه تونسيه، طبله، خدمه. لكن هذا لا يقصي الاستعمالات الحديثه، اني ندخل الات معناتها غربيه، اني نستعمل تقنيه حديثه، نخدم بالبيت بوكس، نخدم مع تويلون وجهلو تحيه، مع عازفين ممتازين نذكروهم. يعني فما رؤيه جديده، فما بحث جديد، والتونسي ياخذ الصداره بكل صراحه. طيب اليوم انت عندك كيلكو جور ملي هبطت اغنيه بامضاء الفنان لطفي بوشناق، نارو حمراء. وكي نقولوا لطفي بوشناق معناها لطفي ظهر لي معروف قامه كبيره ومشرفنا ومنورنا الحقيقه داخل تونس وخارج تونس،
وكي باش يمد عمل متاكده وانه مش لاي لاي اسم باش ما نقولش لاي فنان اللي قابلو في بوشنيق كيفاش جاي ساعة انا قبل كل شيء من خلال قناة 9 نحب نوجه له تحية كبيرة ونقول له شكرا، شكرا على الثقة، شكرا على التواضع، شكرا على رحابة الصدر، شكرا على فنك الراقي وشكرا على الثقة بعد ما قدمت العمل لأنه بعد العمل هذاك ما تقدم تجددت الثقة ونشكره مرة أخرى وسيقع تعامل في عمل آخر ثاني زوز ولا واحد ولا زوز ولا ثلاثة طول اثنين لحد طول لحد الآن اثنين في الأكيد يعني زوز أعمال وكل واحد في لون يعني هذا اللي نحبوا نسعى له لكل مرة نمشي هو عنده كلمة يقول هي لي يقول لي أحفر في البلاصة هذيك نتاعك هذيك بلاصتك أحفر فيها دونك أنا قاعدة نحفر في البلاصة اللي قالي عليها الغنية هذه فرحانة بها برشا سي لطفي نورني في العديد من العروض كان موجود يجي ويحضر يسمع ويجي في الوقت وقبل الوقت ويقعد وين يجي وما يعني هذه حاجة نحب نحييها عليها لطفي بوشنيق راهو موصل اسمه لطفي بوشنيق الكبير كبير صحيح. في تصرفاته في أخلاقه في فنه في كل شيء الحقيقة معناها ما يجيش واحد باش يعمل الكارير والتاريخ والاسم بالضبط. الكبير هذية من عدم يجي ويجيب باقة الورد ويشجعك ويحييك ويحضر برشا فنانين يعني يشجعهم بارك الله فيه ثقة كانت أكثر وأكبر من ما تجاوزت فقط الحضور إلى عمل وتعامل وهذا شيء يشرفني ويوجهني ويقول لي أعمل هكا أعمل هكا هنا صحيح هنا هذاك اللي فرحني أنا برشا وسعيدة بالثقة اللي هو منحها لي ونرجع له تحية كبيرة به احنا باش نسمعوا أول حاجة نارو حمراء دونك للفنان لوتي بوشنيق صوت عايدة أنياتي وبعد باش نرجعوا مازلنا باش نحكيوا مع عايدة تفضل شكرا عيوني
برافو برافو عايدة، يعطيك الصحة. دونك نار وحمرة هذا الجديد متاعك، كأنك هوني في الغنية تحب ترجعنا العازفة هي اللي خليتك تمشي. كي نسمع الغنية هذية فما عاتها أكثر قيمة ومجال للموسيقى، مش نسمعوا العازف ونمشيوا مع العازف، يعني بعد على الأغاني اللي برشا كلام وساعات نتبعوا الريتم أكاها وما نسمعوش العازف بيده. بالضبط، هو معناتها كان معناتها مقصودة العملية أنا موسيقية قبل ما نكون كل شيء وعازفة زادة، دونك نقدر المجهود الكبير لأن الموسيقي بلاش عازفين بطبيعة الحال، دونك فسحت المجال للعازفين مع برؤية الموزع نجلو تحية سي وسام الميدي أن نقدموا أيضا زادة المهارات العازفين اللي معانا ونتركوا دو ليسباس، دونك أون ليس أن بو ديسباس، خاطر بالحق توا ولينا فما أن أنكومبرومون معناتها أوديتيف يقلق. ما عادش نسمع موسيقى، مش موسيقى معناها أغنية كاملة نسمع النسق لو ريتم الأغنية، مي ما عادش نلقاو فواصل كاملة موسيقية في وسط ما بين الكوبلي والكوبلي. الأغنية إلى حد الآن عاملة 5000 فيو أكاو، علاه ما حاولتش تعمل لها سبونسوريزاسيون كيما لا غالب معناها هذاك اللي ماشي توا؟ هو كلامك صحيح. الغنية كما قلت تبارك الله من الحان الفنان الكبير لطفي بوشنيق ومن كلمات سي جلال السويدي اللي نوجه له تحية على الكلمات، لكن التريب نتاع لازم ندخل فيه شوية نتاع سبونسوري لا هروب لا هروب لا هروب نقول انا توا بوتيتخ لي كونسيبت نتاع الماركتينغ ولي كونسيبت نتاع سبونسورينغ كلهم في صورة الفنان مهمين ولاو، دونك قاعدين نخدموا معاهم مع ايكيب توا قعدنا وباش نوليو ان شاء الله قريب نخدموا عليها. وعندك الحق معناتها الفنان يلزمو خاطر اغنيه كيما هكا زيدا دو كاليتي يلزمها باش توصل للجمهور ومن خلال سبونسورينغ، دونك انت هوني تنجم تمس جمهور في تونس خارج تونس، ولكن اذا كان باش تهبط هكاك يوتيوب يحب لها وشوف توصل شوف ليه. وسامحني نستغل فرصه بعد اذنك معناتها نحب نشكر الجمهور واصدقائي واللي الناس اللي ما نعرفهمش من الجزائر الحبيبه اللي تبعوا فينا برشا، نقول لهم بارك الله فيكم، واللي عندي برشا تعليقات جاتني من عندهم نشكرهم على مواكبتهم. نحييهم برشا، نحيو التوانسه اللي خارج تونس اللي تبعوا فينا زاده برشا، نحيو اشقائنا الجزائريين وزاده كيف نحب تحيه خاصه لكل العراقيين اللي تبعوا فينا بصفه كبيره برشا. انا على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا عندي نسبه كبيره من العراق من أشقائنا العراقيين اللي تبعوا فينا، دونك نحييهم تحية كبيرة برشا من هوني من تونس من خلال قناة التاسعة. به عايدة جبتني نحكي على الجمهور، جمهور عايدة اليوم هو نفسه يتبع فيها من اللي بدات مستحفظة عليه ساسبيا ولكن باش تمشي الجمهور آخر اليوم هل مطلوب من عايدة نياتي حتى نشوفوك في البرامج البرايمات اللي هي عندها اودينس قويه برشا واللي عندها جمهور خاص، اليوم لازم عايده يكون عندها شكل معين والا يلزم يكون عامله البوز ولا عامله عركه باش تكون موجوده؟ هو بصراحه للاسف خلينا بالله نحكي بصراحه انا صريحه معناتها نلاحظ اللي هذاك الموجود يعني لازمك باش يجيبك معناتها باستثناء البعض والحمد لله مازال البعض يمنع فينا اللي عيط لك خاطرك عملت بوز ولا خاطرك عملت عركه مع فلان ولا خاطرك حطيت كلمه في غنايه. قلت لك انا اذا كان نحب نعمل بوز سهل نجم نحط اي كلمه ولا نعمل عركه مع اي حد اسهل من هذا ما فماش، لكن اخترت ثنيه. هو في الدنيا فما ثنيه بين الثنيه كما طلبوا منك منك معناها فما بعض الاعلاميين اللي قبل ما يستدعاك يقول لك فماش حويجه انت تشوفها. فما شكون ساعات استدعاني في البلاتو معناتها يقول لك شقولك وكان تعمل جو مع فلان ويعرف اللي معناتها فما نوع من الاستفزاز. هوني عادي يقترح عليك خدمه اخرى. اي فوالا انا فوالا معناتها فما برشا عباد يهزوك لثنيه اخرى انت تختار وتشوف، لكن هذا لا يمنع اللي فما برامج محترمه تنجم تكون موجود فيها. الحمد لله نحاولوا نعملوا شوية توازن مع الحمد لله انه بعض الزملاء الاخرين اكيد بالحق معناتها الحمد لله لانه تجي وانت عارف روحك باش تتعدى خاطر زاده سامحني معناتها واحد زاده موسيقي فنان فما تو انا باش نجي نتكربس ولا واحد نتكربس لك في برنامج مش نتاع تكربيس واو باش نحكيو احنا من بعد شويه على الجديد نتاعك اللي فيه زاده برشا حركيه على خاطر انت فنانه في نهايه الامر ووقت اللي التام اللي قاعده تخدم عليه يستحق حركيه عايده ياتي راهي موجوده. قبل ما نحكيو على الجديد نحب نشوفوا مع بعضنا سبوت ميرا ونستقبلوا زاده كيف الاخصائيه النفسيه ريم عبد الناظر باش تدخل بحضنا ونذكركم مره اخرى وعن يزوكم
تشربوا برشا برشا ماء بوندون لا جورني اي سورتو كي يبدا عندكم حظ وتشربوا او دو سورس ناتوريل مي ميرا نقول لكم صحه وفرحه مي ميرا او دو سورس ناتوريل صحه وفرحه مكملين معكم في برنامج الويكاند والتحقت بنا الأخصائية النفسية ريم عبد الناظر أهلا بك ريم أهلا بك عفاف صباح صباح الزين والعين نعيشك عزيزتي أنت اللي منورة دونك باش نقعدوا في جو الكورونا اليوم باش نقعدوا بما أن رجعنا لهالأيام تاع الكونفينمون يلزمنا نحكيوا شوية على المقامات النفسية الأدوية النفسية وحاجة تعدينا بها وتوقع عدينا تعديوا بها فوالا دونك باش نعطيكم بعض النصائح الادويه النفسيه للكورونا مع ريم عبد الناظر هات نبداو خلي تستفيد مادام معانا عايده نيادي زاده كيف كيف خلي الناس الكل يستفيدوا منك اليوم انا قلت ادويه ولكن هي مقامات اول حاجه هي حسن المؤانسة والمرافقة فما ناس عايشين مع لي بارون تاعهم فما ناس عايشين مع أزواج مع صغارهم شفنا في الفترات اللي سبقت وفي الفترة هذه بالذات خاطر أول مرة يصير حجر آخر حجر شامل بعد الفترة اللي تعدينا بها في مارس وذيك علاش نحب الناس تكون استفادت نحب الناس تكون شنو خرجنا بالمرحلة هذيك بشنو خرجنا أنه مهم برشا أن يكون عندنا قوة تحمل كبيرة وعطاء للآخر يعني أنا مانيش مجبورة ولا مسؤولة على غياب الضحكة متاع الشخص اللي عايش معايا ولكن مجبورة أني نتحمله وقت اللي يكون قاعد يشكي يكون قاعد يخاف برشا من الكورونا ويدخل في حالة من الفوبيا الكبيرة يلزمك تعمل يلزمك تعمل سواء كانوا لي باغون تاعنا ولا كما قلت الناس اللي متزوجين ولا الصغيرات على خاطر كل واحد تربى بطريقة معينة وكل واحد عنده مخاوف وهواجس من صغرته حتى هو في كرش أمه راهو الكل يتعدى الشعور يتعدى لبيبي تيون بيرسون قلتها قبل ونعاود نقولها خاطر علميا معناتها دونك هنا من المهم أن نكونوا حاسين بالأشخاص اللي عايشين معانا وقت اللي شخص يكون قاعد يسخر من صلابتنا ولا من قوة يعني فما الناس يكونوا متوازنين دونك ما يدخلوش في هستيريا وفما الناس بمجرد أنه سمعوا من اليومين اللي فاتوا اللي باش تسكر الدنيا دخلوا في حاله نتاع خوف كبير وقلق وتوتر. هو فما الزوز الحقيقه في تونس، فما اللي عندهم خوف كبير ومهسترين شويه، وفما اللي مولا الدار مش هوني وهوني زاد ماهوش بيه، خاطر لازمنا ناخذوا احتياطاتنا ما غير ما نفسيه نتاعنا تتهز وما غير ما نخافوا برشا، ولكن ناخذوا احتياطاتنا اللازمه. خلي عايده تشارك معنا، عايده انت كيفاش متعامله مع هالكورونا هذه؟ والله بالحق هو انا نقول مش خاطرني موسيقيه تبقى الموسيقى معناتها فضاء هايل يرتح نفسيا ويرتح الناس. نلاحظ انا بيدي معناتها ان تاثير الموسيقى مهم جدا وحكيت معناتها على انا اثرت حتى رسائل معناتها خدت دروس على مساله تاثير الموسيقى على الطفل الجنين. معناتها كلامك صحيح 1000% معناتها الموسيقى تتهدأ من روعه للناس تبعث فيهم الطمانينه والثقه وعدم الخوف تخرجهم من العالم الحقيقي خاصه كي تبدا موسيقى وصوت حلو كيما صوت عايده حطوها ونتفرجوا ومحليهم الموسيقيين والفنانين اللي في فترة الحجر اللي فات مع اللي قبل هذا قاموا بدي لايف وقاموا بفيديوهات هما طمنوا وطمنوا غيرهم ودخلوا الفرحة على الكثير من الناس لذلك علاش نشوف اللي هذه حاجة مهمة أنه نحسنوا التصرف في هالنهارين ولا ثلاثة اللي ما زالوا لنا إن شاء الله ما يكونش فما تمديد أكيد وإذا فما تمديد مثالش لازمنا نقبلوا به نعرفوا اللي الوضع الاقتصادي ما عندناش حل آخر جوستومون هو يعني وكأنه المقام الثاني هو التخلي على الكنترول لأنه فما وهم الكنترول يعني الناس يحبوا يتحكموا في شنو باش يصير يحبوا يكون عندهم يعني كل انسان سورتو واحد يبدا مستقل عن ذاته انديبوندون ولا شخصيته قويه ولا حاجه متعود وانه حياته الا جير هو يتصرف فيها هو اليوم هذوما حاجات اللي تتجاوزنا الحقيقه وما نجموش نسيطروا عليها هذاك علاش يلزم
اون في كونفيونس ساعه مهما يكون للدوله نتاعنا لوزاره الصحه نتاعنا ما نسيش نعطيوهم ثقتنا وما علينا الا نطبقوا التعليمات اللي جينا في هالازمه هذه. في انتظار ان شاء الله اللقاحات وفي انتظار شنو باش يصير وفما بوليميك كبيره على اللقاحات. ثالث حاجه اللي انا نشوفها اللي كنا قبل كما يقولوا بالانجليزيه وي تيك ات فور جرانتد يعني تعودنا على النعم اللي موجوده تعودنا انه نعيش في راحه في امان في عنا اكلنا عنا ثم حاجات ما عادش نغزر لهم ولات عنا تطلعات كبيره الاحلام كبيره هي حاجه باهيه اكيد ولكن بالكورونا وبالشيء اللي صار الفتره هذه هالسنه هذه اللي تعدت وتوا يعني احنا في فتره حجر شامل نشوفوا اللي ولينا لازمنا نحمد ربي على الاحتياجات الضروريه راهو فما ناس ما عندهمش حتى قوت يوم فما ناس ما ينجموش يأمنوا أكل صغارهم دونك هذية تجيب لهم برشا راحة نفسية برشا سكينة وقت اللي الإنسان يعني يشوف اللي الاحتياجات الضرورية موجودة في عائلته دونك نخلينا بعاد على الهستيريا وعلى الخوف وخلينا يعني اللي بش يصير يصير هالمرة ما حتى حد لا عنده كونترول دونك كما قالت عفيف نعطيه ثقة في دولتنا في وزارة الصحة وفي الناس الإعلاميين الأكفاء اللي هما يعطيوا في المعلومة بكل حب وبكل أمانة. يعطيك الصحة ميرسي بوكو ريم عبد النظر زاده كيف كيف اللاشي بريز احنا كان تحبوا ترجعوا تلقاو عملنا حلقه على اللاشي بريز اللي هو سلوك مهم برشا احيانا كي يكثر علينا الضغط ويكثر برشا حاجات اللاشي بريز مش معناها تسلم ما عادش تعمل حتى شيء ولكن فما حد ادنى متاع الرضا والاقتناع بما هو موجود ونحمد ربي معناها خلينا نقولوها كيما هكايا. نرجع معك عايده نياتي دونك هيت نحكيو على جديد شنو محضرة عايدة حكينا كيفاش انت بديت من الجو التربي مشيت للغناء المتوسط وكان لك فيه صولات وجوالات تتقن قداش من لغة 8-10 لغات يمكن اكثر من 10 برشا تيوخ غريك كور سلاف مونتينيغران الباني تونسي بطبيعة وجزائر المغاربي الكل ايطاليان اسبانيول يعني ان فيت هو مش بالضرورة اني نتقن اليات اللغة بالذات نتقن اني نغنيها لاني نسمع الاغنيه نفهمها ننزلها في اطارها ونفهم لغتها ومعناها وليزانتوناسيون ماهوش سهل لا ماهوش سهل خدمه بكل. كبيره نتذكر باش حضرت اصعب حاجه يعني هي ومحلاها وبالمناسبه نوجه تحيه بما انه البارح كان معناتها الاسبوع هذا كان عيد معناتها الامازيغي السنه الامازيغيه دونك اللهجه الامازيغيه مزينها وقديشها مزيانه وتحب برشا تركيز وخدمنا حتى الغرام هذه باللغات غرام هو انا هو كان غرام من عند ربي من بعد عملت حتى تخصص في مرحله ما من عمري عملت ماجستير في تاريخ وحضاره العالم المتوسطي باش فهمتك الدواليب نتاع باش اختصت نفهم دوكا يساجي من بعد في الموسيقى هذاك هذاك غرام وتكوين بطبيعتي وجو ترونسمي سا مي زيتيديون ديما افيك بوكو دامور سي بيان دونك الى جانب الاعمال اللي ان شاء الله مازالت متواصله مع الفنان لطفي بوشناق سينو شنو محضره فما الاعمال الجديده مع سي لطفي بوشناق وفما زاد عمل جديد مهم جدا هو كوميدي ميوزيكال كبيره معناتها باش تكون ان شاء الله مفاجاه السنه اللي هي اليسو بي دي ميرفي على تونيزيان بالتونسي بالكلام التونسي على تونيزيان بقضايا التوانسه بمشاكل التوانسه فكره حلوه برشا فكره لحكي. حلوه برشا ان شاء الله باش تستمتعوا بها وباش تشوفوها كبار وصغار وتشوفوا عايده ترقص راهو تتحرك وكل شيء نشطح ونتحرك ونمثل ونتحيه للسي حسام الساحلي اللي هو المخرج اللي قاعد ياثر فينا تاثير هايل بارك الله فيه سلموا عليه وسلموا عليه اسامه المهدي في الالحان والنصوص كلمات عايده نياتي وعبد الرحيم القرشي ايضا لوبيرا دو ليل هو عرض كبير برشا اللي هي موال دو لا تيغ اللي هو عرض مع الفنان المتالق المتميز زياد الزويري اللي هو سلموا عليه زياد سلموا عليه برشا اللي هو زياد الزويري نخدموا على كوميدي ميوزيكال بالتونسي في قلب اوبيرا لوبيرا دو ليل بليزانتوناسيون توينسا كيف كيف معناتها موسيقيا وفي اللهجه وعرض ودعه اللي هو عرض جديد زاد من توزيع الفنان المتميز سيف الدين هلال اللي هو يغطس في ثنايا التونسي الكل 100% تونسي في اللهجات التونسيه دونك برشا خدمه ان شاء الله برشا خدمه جايه وبالطبيعه بالنسبه للعروض احنا والاجواء نتاع الكورونا ان شاء الله ربي يرفع علينا هالبلاء وهالغمه هذه ويعني نقوموا بالتلقيح اللازم في الوقت اللازم باش نمنعوا هالموسم هذايا باش نختموا احنا باغنيه
سمح مقيلة. سمح مقيلة. سمح مقيلة معناها الكلام الباهي السمح. ايه سمحت المقيلة هي اللي كلامها سمح مزيان. دونك باش نختموا بها ما هات نسمعوها ومن بعدك باش نستدعاك للكوجينة بتاعنا. نسلموا على ريم. ميرسي ريم نورتنا. الكوجينة متاعنا تفضل عايدة نياتي. دونك ضيفتنا اليوم يلزم نعطيوك فكرة على كوجينتنا. مرحبا. اي دونك انا وين كيفاش بديت نقدم؟ دونك بديت بالبات بريزي اللي باش نعملوا بها اون تارت او فرامبواز والتارت الاخرى اللي باش نعملوها بالتون. دونك حضرت لي دو فارس نتاعي واحده اللي عندنا الكريم دامون. دونك سي تري تري سامبل. تاخذوا ساشي نتاع سمارت شيف واموند. دونك تحلوا ساشي جست تزيدوا نص سيتر حليب و80 ما بين 80 و60 غرام سكر سولون فوغو. من بعد هذوما باش يقعدوا يطيبوا. من بعد بالنسبه للبات بريزي باش نعطيكم ريسيت تري تري سامبل انغاتابل. دونك تاخذوا 250 غرام دو فارين اللي هي فارين جاتو نتاع ورده. نتاع ورده. يعطيك صح. تزيد عليها 125 غرام زبده و بانسي نتاع ملح معناتها دوبلاش ملح. لازم هذيك تقريبا ملح. عظمه واحده. تخلطهم هذوما بطرة في صوابعك تتلم البات نتاعك. بعد ما خليناه ترتاح ساعة في الفريجو. دونك تاخذوا البات نتاعكم وتعملوهم دي بول هكا صغار.
داكور تالي كيف الام تاع 30 40 غرام هكا باش من بعد انا لهنا شنو عندي جوست دي سيركل اينوكس هما اللي نعمل فيهم لي فونتارت نتاعي داكور اليوم موجودين دونك نلقاوهم ماشي حاجه صحيح نلقاوهم بارتو وسهلين ولسون با ماهمش غاليين دونك نحطهم لوحدين نتاعي ومن بعد شنو لازمكم تعملوا جوست احنا باش نطيبوهم ابلون دونك باش نطيبوهم اول مره فارغين دونك شنو نعملوا على خاطر جينيرالمون البات نتاعنا تنفخ دونك ناخذوا فرقيتا وننقبوهم ومن بعد نشدوا حتى لو بابيي سيرفييت اللي نستعملوه ولا جوست طرشونه نتاع كوجينه دونك نجيو نطابوتيو في الوسط في بلاصه انه كلاسيكمون شنو كنا نعملوا نحطوا حمص شايح والا فول والا اي حاجه شايحه باش الرزم ما تطلعش دونك هكا نربحوا وقت ديك نعملوا 3 مينوت نجيبوا حاجه نطابوتيو بها ومن بعد يكون لو فونتارت نتاعنا وهذوما لي فون دو تارت مروان نجمو نعملو بزايد ونخليهم هكا ولا تحطهم جوست في حاجه في حاجه تتسكر كان تحبوا تحطوا معاهم كيس هكا فيه حشيك شويه ملح دونك يلم لي ميديتي ما يخليهمش يتهلكوا كثر لنا منهم على لي زاستوس هذوما كثر لنا منهم مروان دونك خلينا احنا على باب لي زاستوس خنكملوا بالنسبه للقديد هاو باش نفسر لكم سهله 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 جوست ركزوا معايا خلص العايده ساعه عندك مع القديد والمرقيز والعصبين ولا ماكلتنا العصبين عندي معها على الاخر نحبوا برشا ونعملوا برشا ونعملوا حتى مش في العيد نحب معناتها الكوجينه نحب الحق القديد لا مش نكون صريحه ايوه هاو باش نعطيك طريقه سهله على القديد دونك شنو تعملوا من الاول ناخذوا ايترا ماء و300 غرام ملح دونك نحلوا الماء الملح في وسط يعطيك الصحه ونحضروا اللحم نتاعنا دونك ديما ماذا بكم خذوا اللحم اون بيس اللي فيها تبدا شويه الشحمه ولا شويه معناتها كارتيلاج باش معناتها مش تاخذوا فيلي ولا فوفيلي دونك خذوا بياسه ما ارخص من بعد تاخذوا اللحم نتاعكم تشرحوه كيما تقددوا في الدار كلاسيك تحطوه في الملح هذايا والماء بوندون ساعه ساعة من زمان من بعد تخرجوه من الملح هذاك من الماء دونك تحطوا هذاك وتعملوا له اون مارينا دونك تاخذوا زيت كركم وكل واحد كيفاش يفوح نتاعو يعطيك الصحة تنجم تزيدوا شوية هريسة عربي وكل من بعد تحضر الفرن نتاعك تحطوا 100 دوغري 100 درجة تحطوا يسخن 100 دوغري بوندون 15 دقيقة هو فارغ يعطيك الصحة يخلط 100 دوغري نتاعو نطفيوا الفرن نتاعنا ونحطوا اللحم نتاعنا في وسط الفور ماذا بينا ديما عندنا كتبقلي في الفور اللي هو يبدا كيلغري هكا يعطيك صحه نجمو نحطوه كانه شريطه كانك حطيته معلقه في الشريطه يعطيك صحه دونك تحطيه في وسط الفور نتاعك شنو جوست انت شنو لازمك تعمل بوندون 30 مينوت تخليه في وسط السخانه هذيك تخدم الفور نتاعك ل 60 درجه دونك لاول مره عملنا 100 درجه 100 درجه باش سخن ربع ساعه طفينا الفرن نتاعنا حطينا اللحم نتاعنا في الفرن اللحم نتاعنا نحطوا في 60 درجه 60 درجه بوندون ساعه وكمل وعندكم قديد وعندنا قديد تري بيان اسهل من هكا لا فيون سيشي براتيك فيت في واذا واحد يشتهي فما شكون اللي حاب يرقدوا في الزيت ويخليه صحيت من بعد هذاك يكمل لو بروسيس هذاك جوست يقص ويقليه ولا يكمل اسهل من هكا ما فماش ولا ومن راي جربوها تنجح بالله من بعد بالنسبه لي عفاف لهنا خذيت جوست للفاكس لي تارت نتاعي دونك خذينا فيهم طن فروماج ريكوتا وخذينا طن البدر فريمون يا عفيف كيما تعرف كيما العاده نحلنا نلقى النورات كلهم وان بلوس كي تخلطوا كي الفخ خدموها مازال باش يطيب طن البدر ماهوش الطن اللي يذوب باش تلقاوه مانيش نلقاو ديميات هكا واحد يعطيك الصحه دونك نلقاوهم كاملين دونك باش نحضر الفارس نتاعي ديكو ترتاح البات نتاعي نبدا نطيبها في الفور 180 دوغري 10 مينوت يعطيك الصحة ميرسي شيف مروان يعيشك هاي دنياتي ميرسي بوكو نورتي يعيشك يعطيك الصحة ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ان شاء الله نشوفوا أكثر برودكسيون يعيشك نخليك ان ديرني مو للجمهور اللي قاعد يتابعنا ديرني مو للجمهور نقول له يعطي الصحة لكل الناس اللي تشجع فيا نشكر الناس الكل اللي تشجع في عاي دنياتي واللي معناتها بفضلهم هما مازلت شاده بدايه وسنيه ومانيش مسلمه صحيح عايشك عايشك وراسك صحيح يعيشك ونحب نوجه لك تحيه خاصه دون مجاملات وبعيدا عن المجامله لاني اكتشفت حرفيه كبيره احترام كبير للضيف والاعداد للاستضافه هذا شيء ينقصنا برشا واجبنا والله يعطيك الصحه واجبنا احنا جسر تواصل بين الفنانين والمبدعين كلهم وبين الجمهور نتمنى لك كل النجاح نورتنا برشا في الويكاند اليوم على قناة التاسعة اقعدوا معنا في المتابعة احنا فاصل قصير وراجعين سيكامت قولهالك قوتنا في هريستنا
وردة سرها المحبة.